بنرحب فيكم بفقرة جديدة هلا أنا وزميلتي سارة وخاصة بالصحة العامة، لأنه اليوم عم نقدم حل لكل الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الشخير وهي يعني مواجهة تقريبا بكل بيت. أكيد هاي المشكلة كتير كبيرة، لأنه اليوم عم نقدم لكم الحل المناسب واللي هي أداة زيكوايت. زيكوايت هي حل مناسب لكل الأشخاص اللي عندهم مشكلة الشخير منشأها هو الاهتزاز بالبلعوم أو بمجرى البلعوم، فهي حل لكل الأشخاص ووصلت نسبة نجاح على الأشخاص اللي استخدموها 98% إلى 99%. خلينا سارة أنا وأنتي والمشاهدين نتعرف أكثر على أسباب الشخير وشو الحل اللي بتعطينا يا زيكوايت. الشخير مشكلة تواجه العديد من الأشخاص، ومن أسبابها السمنة، أعراض البرد، النوم بطريقة غير صحية، التعب والإرهاق، تناول وجبات دسمة قبل النوم. الحل هو مع أداة زيكوايت. يعود الشخير إلى اهتزاز الأنسجة الموجودة في البلعوم. مع أداة زيكوايت تقوم بدفع الفك السفلي بصورة طبيعية إلى الأمام وبطريقة غير مؤلمة، مما يساعد بتوسيع المجرى الهوائي في البلعوم ومنع اهتزاز الأنسجة الموجودة فيها. مثل ما شفنا هيدي الأسباب، أكيد كل شخص منا بيواجه هيدي المشكلة، ولكن اليوم مع زيكوايت حلها هو كتير مضمون. زيكوايت عم بتقدم لنا مثل ما عم بتشوفوا أداتين، هيدول الأداتين بيساعدونا لحتى نتخلص من مشكلة الشخير تماما. النوم نومي كتير مريحة، وننيم الأشخاص اللي حدنا كمان نومي كتير مريحة. نحن اليوم عم نحكي على هيدي الأداة اللي هي معمولة من مادة جدا ناعمة جدا مرنة، وهي بتتناسب مع 97% من مقاس مختلف من الفك وحتى من التم. والمادة اللي هم مستخدمينها أو الأداة كلها من زيكوايت هي مرخص لها من قبل هيئة الغذاء والدواء، فهي مادة غير سامة، ما إلها رائحة أبدا، ما بتطلع ريحة وما إلها طعمة لحتى تزعجنا نحن وبالليل حاطينها بتمنا. مثل ما ذكرتي، لانه الشخير مشكله مو بس تزعجنا، بتزعج اللي حوالينا. أكيد. يعني اللي بيشخروا ما بتضايقوا، بس اللي حواليهم. اذا حبيتوا انكم تحصلوا عليها وانتم بتعانوا من هالمشكله، ففيكم تحصلوا عليها مثل ما لكم شايفين. نحن عنا مجرد ما تطلبوها رح تحصلوا على زيكوايت اللي بتيجي بمقاسين، المقاس الكبير والمقاس الصغير، وايضا العلبه المخصصه لانهم لتحتفظوا فيها وما يجي اي جراثيم او اوساخ. اذا حبيتي تحصلوا على هالمجموعه فرقمها مثل ما شايفين 5411160، وسعرها جدا كثير حلو بفرصه الاسبوع $63 بس. لكل الاشخاص هلا اللي عم يتساءلوا كيف هيدي الاداه زيكوايت بتقدر تحل لنا هيدي المشكله، خلونا نشوف نحن وياكم كيف هيك بدنا نستعرض المشكله ذكرتها سماح ببدايه الفقره. بدايه طيب من شو بتجي مشكلة الشخير؟ هون عم نشوف مثل ما قلتي مجرى البلعوم، لما بيكون في عنا هيدا الديقان بهيدا المجرى، الأنسجة بتعمل اهتزاز مما بتسبب صوت الشخير. مجرد ما نحط الأداة بتدفع الفك الأمامي السفلي للأمام من دون أي ألم، وبهالطريقة المجرى بيكون عنا أوسع وبيفوت الهواء بطريقة كتير سليمة. بهالطريقة بنتخلص من مشكلة الصوت اللي عم يطلع من الأنسجة اللي موجودة بالبلعوم. يعني حل كتير مثال، نحن عم نحكي حل بدون ما نلجأ للعمليات الجراحية أو حتى لنزعج اللي حوالينا، بحل بكتير سهل مع أداة جدا عملية مثل ما نا شايفين هون. مثل ما ذكرتي في بداية الحلقة أنه هي مصنعة من مواد كتير صحية، مصرح منها باستخدام يعني بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي ما بتخلها أي مادة سامة. كمان الحلو فيها أنه هي أبدا ما إلها لا ريحة ولا طعمة، يعني هذا الشيء كتير مهم أنه ما تحطيها ما تتضايقي من ريحتها او حتى الى طعم. وايضا الحلو فيها الاحجام اللي جايه معنا هون هي بتناسب 97% من احجام الفك اللي عند الاشخاص الموجود بمنطقه الشرق الاوسط. نحن عم نقدم اداتين بتجي لكم، عندنا حجم شوي كبير وعندنا الحجم الاصغر لحتى تتناسب مثل ما ذكرت سماح مع احجام مختلفه. الحلو اللي ذكرته كمان سماح انه الماتيريال اللي موجوده معنا هي ماتيريال كثير مرنه وطريه. شو هدف انها تكون هيدي الماده كثير طريه؟ رح يكون انا هون لما نحن بدنا نحطها بالتم كيفيه وضعها، كل اللي علينا نعمله بناخذ نحن القطعه بنوضعها على الفك اللي موجود من تحت وبنوضعها على الفك اللي من فوق، وبهيدي الطريقه بتنحط على التم.
وهون هيدي الماده لانها هي مرنه شو بتعمل؟ بتسهل حركه التم، فبتصير الشخص بيقدر يحرك تمه بطريقه كثير سهله، وايضا بيقدر التنفس يكون كثير هين. بتعرفي لما بنحط نحن اشياء بتمنا بيصعب علينا الكلام، ولكن هيدي الماده مثبته علميا انه نحن بمجرد ما نحطها على الاسنان او بمجرد ما نحطها على فكنا بنقدر نحن نحكي بطريقه كثير سهله، بنقدر حتى نشرب المي مرنه ما بتسبب ابدا اي انزعاج لنا، وبيقدر الشخص يتنفس بطريقه كمان مريحه سواء كان متعود يتنفس من التم او حتى من الانف. وبعدين الراحه يعني مدروسه، وفي كثير اشخاص جربوها، الراحه للشخص وكمان اكثر للي حده، يعني ببطل هيك بيسمع الشخير كل الليل. مزبوط. انا كمان اللي عاجبني حتى البوكس اللي جاي معه لتحافظي فيها على الجهاز الموجود معنا او الاداه هي زي كوايت، كثير حلو وكثير عملي لانه انت احيانا بتشيليها بتحطيها باي مكان يمكن تلقط جراثيم او اوساخ، فهي كثير حلو. الحلو اكثر من هيك هي طريقه تنظيفها، طريقه تنظيفها كثير سهله، بمجرد ما نحط ماء فاتره وشويه صابون بنحط عليها فبتنظف، مالك مضطر ابدا انك او مضطر انك تحط لها مي عم تغلي، لانه المي السخنه كثير او اللي عم تغلي فهي بتاذي الماتيريال الموجوده معنا هون وحتى معجون الاسنان، فالمفضل انه تستخدموا ماء فاتر مع صابون عادي وبتحصلوا على نظافتها. كمان هون حنشوف كيف طريقه هيك طريقه مثل ما قلتي حفظها قد ايه كثير حلوه، قد ايه كمان العلبه اللي موجوده معنا كثير مرتبه، بنقدر نحن نحطها بهيدي الطريقه ونحط القطعه الثانيه وكمان نسكرها. يعني كل شخص مننا سماح بحاجه هيك انه عن جد يحصل على نوم يكون كثير 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 مريح، يحصل هيك على راحه كمان اثناء النوم ويريح الاشخاص اللي حده، يعني حل مثل ما ذكرت سماح. عم تاشر علي انا ما بشخر، على فكره ما بشخر، مضبوط سيقبل. وكمان الحلو انه الماده اللي موجوده معنا هي ماده جدا لينه، وهي ايضا مثبته ومرخص لها من الـ FDA cleared، فهيدا الشغله الحلوه اللي دائما نحن بننصح فيها كل الاشخاص انه يلجأوا للحلول اللي بتكون كثير مضمونه. هيدي الاداه بنرجع بنذكركم لكل الاشخاص اللي بيعانوا من اهتزاز بالانسجه اللي موجوده بالبلعوم، فمجرد ما يتم هيدا الاهتزاز اللي موجوده هون حنشوفه هاي الاهتزاز بالمنطقه الموجوده بالبلعوم بتطلع صوت اثناء النوم، هذا الشيء مشكله بتواجه كل شخص. مع جهاز زي كوايت اللي عم نشوفه هو بيساعد بعمليه التنفس انه تكون كثير راكزه، وايضا بيفتح شوي من الفك ليساعد انه يكون مجرى التنفس كثير قوي، وهذا الشيء بيخفي الصوت تماما، وهذا هو التكنيك اللي بتمشي فيه زي كوايت لانكم تحصلوا على تنفس يريحكم ما تتضايقوا وما تزعجوا اللي حواليكم. والحلو انه بأداة زي كوايت هي بتعمل بطريقه كثير ناعمه، يعني هي بتدفع الفك السفلي للامام، ولكن هيدا الشيء ما بتحسوا فيه ابدا، يعني هي بطريقه ناعمه غير مؤلمه، كل اللي بيعمله انه هو بيوسع المجرى الهواء بالبلعوم، فما بيكون في عنا اهتزاز هيدي الانسجه. نرجع بنقول لكم هي ماده جدا طريه مرنه، بنقدر نحن نحطها بكل سهوله وننظفها كمان بطريقه سهله، مرخص لها من قبل هيئة الغذاء والدواء FDA cleared، وأيضا هي مادة غير سامة، ما إلى ريحة وما إلى طعمة، يعني مجموعة أكثر من رائعة. أنا بحب أرجع مرة ثانية أذكركم إذا طلبتوها رح تحصلوا على مثل ما أنا شايفين هون على أداتين، واحدة بالحجم الصغير أما الثانية بالحجم الأكبر، مع البوكس المخصصة لكم لتحتفظوا فيها بعيدا عن الأوساخ والجراثيم. هالمجموعة إذا حبيتوا تحصلوا عليها رقمها 5411160.